بوجور مشاهدينا، بعدنا مكملين بالصيفيه وبعده المود البيتش اوتفيتس، بعدنا طايرين في كله هيدا المود. شو بدنا نلبس هيك اشياء لايت مهضومه ترندي للمايو ومش للمايو، يعني زيت القطعه كيف فينا نروح فيها على البحر، بلاس كيف فينا نلبسها كاجوال اذا رايحين بنهار هيك نقضي نهار نتغدى على المول. الاشياء الترندز تغيروا كثير، مثل ما دائما بذكر بهيدا الشيء، عم نروح اكثر صوب الاشياء اللي كثير فانكي اللي كثير ايزي تنلبس بكذا طريقه بنهار على البحر وايفن بالليل. اليوم الكولكشن كله على هيدا المود رايح. حبلش دغري من انا لبسته اليوم، لبسته بهيدا الطريقه، هيدي اللي اذا فينا نسميها روب طويله، روب لونج بس بزرار، فتحتها لبستها غيرت لها الستايل، يعني هيدي في البسها مسكره تكون روب طويله مع فلات، بس بذات الوقت في البسها مثل ما انا لبستها هلا مع جينز او مع شورت، بتغير كل اللوك وبتغير كل المود. هيدا الحلو وقت الواحد بيشتري قطعه يعرف كيف يلبسها بكذا طريقه، وبفاشينيستا نحن الاكسبرت بهيدا الشيء. حبلش بالمود اللي عم بحكي عنه، إذا فيكم تسميهم العباية الكفتانات يلي عم نشوفهم من سنة لسنة كثير، كنا من زمانات كنا نحكي بالكفتان وقت يكون الكفتان هيك نروح فيه على فورم القصص فورم الايفنتس، هلا الكفتان راح كثير، الترند تبع الكفتان راحت كثير، صار كثير كاجوال حتى ايفن للبحر كثير. سو من الكفتانات اللي كثير حلوين اللي فينا نلبسهم على البحر فوق المايو مع شورت تحته بنهار، كثير حلو لونه، كثير حلو سمري كثير، بيلبس مالتيبل يوز مثل ما فسرنا فوق المايو مع الجينز حتى بيطلع كثير حلو. تخيلوا مع هيك انا شو لابسه مع فلاتس بيطلع كثير حلو. من زيت المود بنكفي بالاشياء الترانسبيرنت شوي، هدول ترانسبيرنت شوي يلي كمان فينا نحطهم فوق مايو، حتى اذا بالبيت قاعدين بدنا نرتاح هيك على البلكون بجنينه بيكونوا كثير مهضومين، ايفن مع شورت فينا نلبس بروتيل تحتهم لنغطي شوي الترانسبيرنس تبعتهم. تنرجع نذكر شغله، الفينيك لكل ست عندها البواترين تبعتها كبيره محبس تلبس دائما فينيك، لانه اكثر شيء بالبال اذا لبست راوند بيعطي بدبشها اكثر ببين الدفو اكثر. منكمل بالستايل، هيدول كمان الفساتين المهضومه اللي بتنلبس على البحر مع فلاتس، بتنلبس بنهار كمان ايزلي، رايحين على شوبينج رايحين نتغدى مهضومه كثير. هيدا الفستان بخصور من هون، سو كل حدا بيجي واسع من تحت، سو كل حدا عنده ارداف كثير بيلبق لهيدا الفستان، ومع الفي كمان كل حدا مثل ما قلنا عنده من فوق بواترين كبيره، هيدا بيكون كثير الكات المناسب له. تنكمل بالاشياء اللي كثير حلوه، هيدا كمان اللي فينا نسميه العبايه ستايل، كمان مثل ما انا الستيل انا لبسته، بس هيدا حلو انه نازل منه من هون الفرنجز اللي كثير حلو كمان على شورت حتى مع مايو هيك لحاله بينلبس فوق المايو بيطلع كثير حلو، مع شورت كمان بينلبس. هيدا الستيل عم نشوف كثير، هيدا الستيل كمان البينك، هيدا مفتوح شيء من عجنه فرجيني، ايه هيدا مهضوم من هون كمان انه فوق المايو بيطلع كثير حلو مفتوح على جنب بينلبس حتى مع شورت مع جينز، الستايل تبعته كثير حلو ولونه كثير حلو فيري سامري. في عنا هيدا الموديل كمان يلي فينا اكيد يكون مسكر هيك ملبوس مع شورت مسكر، وفينا اكيد نفتحه من هون بيصير مثل الستيل اللي انا لبسته هيك مفتوح كمان بيطلع كثير حلو. اكيد النقشه الفلوري من سنه لسنه عم نشوفها بعدها اكثر واكثر على الكات ووكس، هالسنه كثير شفنا فلوري واكيد اترجمت بكل الكولكشنز بالسوق. اكيد هون وقت عم نشوف شورتس يعني فينا نلبسهم بهيدي الطريقه. الهاي ويست شورتس هالسنه كثير درجين، ما تنقذوا تلبسوا هاي ويست، ما بيلبق لكل الاجسام الهاي ويست، انا مثلا ابدا ما بلبس هاي ويست، بس الهاي ويست كمان عنده ستايلينج خاص، بركي بنعمل حلقه خصوصي للشورتس الهاي ويست واللو ويست مع شو بيلبقوا كيف لازم يلبسوا.
كمان من الاشياء الفيري سامري هالفساتين المهضومه يلي هيك بتنلبس مع فلاتس بنهار. الحلو كثير اذا بنعمل له ستايل هيدا بنحط له جاكيت جينز فوقه او شميز جينز بيعطي هيك بنعمل له اكثر ستايل، بس كثير مهضوم الستريت الكات تبعته ستريت بيلبق على كل الاقسام بخب كثير دفويات هيدا لانه منه ستريتش وهيك بيهدل على جسم. الالوان كمان ما تخافوا تلبسوا وقتها تلبسوا هيك الوان اكيد بالاجر بده يكون فلات بده يكون برونز دوري هدول الالوان بتروح له اكثر. وقتها بنلبس هيك اشياء مفرقعه بده يكون اول ذا ريست من الاكسسوار والشوز يكونوا رايق لونهم حتى ما نطلع كثير اوفر. هالمود يلي بياخذونا على هيك بلدان خصوصي هيك بيعيشونا مودز معينه، هون عم نشوف ايطالي I guess Italy. So هيدول العبايات الفانكي المهضومة كمان شورتات الجينزات بيطلعوا كتير مهضومين. التوب هيدي كمان من وحي كمان السمر كتير من وحي الميو من وحي النهار كمان فينا نلبسه easily بتطلع هيك قصيرة مع شورت بيطلع كتير حلو كتير مهضومة هيدي التوب. الإيدين تبعتها خلي فرجيكم عليها الإيدين تبعتها هيك واسعين مهضومين. الدونتيل اكيد مدخلها هو اللي بيعطي ال هاي هيدا كثير حلو هيدا اي لاف ات. هيدا الاوف شولدرز الاوف شولدرز شفنا كثير هالسنه اوف شولدرز فساتين سو هيدا واحد منهم او توبس هيدا واحد منهم كثير مهضوم هيدا ليكو الموتيف من تحت كيف هو الاكيد كثير بحر يعني وقتها بنشوف هون الرسمات عليه التطريزات عليه كثير بحر كثير مهضوم بذات الوقت فيري فيري ستايلش هيدا الفستان اكيد هيدا بنحط فوق مايو مع شابو كثير حلوه بيعطيه اكثر ايدج. من العبايات كمان اللي كثير حلوه كمان وكثير هيك فينا نروح هيدي مثلا فيها بيتش بارتي بيتش بارتي بيطلع كثير حلو ان كان بالنهار او بالليل كثير حلوه هيدي الكفتان الطويله اذا بنلاحظ من هون كلها خرز مطرزه خرز واكيد هون الدونتيل مع الترانسبيرنت كثير حلوه هيدي بتروح مع الجينز مع مايو مع شورت مع كل شيء حتى بالبيت اذا قاعدين عندنا جايين عالم لعنا على البيت حلو كمان نستقبلهم ان ستايل. من الاشياء كمان بعد حفرجيكم اياها لو ميم ستيل ذا سيم مود بس ديفرنت ستايل كمان بينلبسوا على الميو دونتيل كثير بنشوفه على الكفر ابس عم بيكونوا هالسنه كثير كفر ابس يعني كل شيء بينلبس فوق الميو كل شيء هيدا الستيل عم كثير مدخل له الدونتيل الدونتيل بيعطي كثير هيك بتحسوا فيه كثير فيه شياكه بس بذات الوقت الترانسبيرنت هو بخلينا بجو البحر بجو الصيفيه بجو النهار. هيدا البلو كثير حلو هيدا حلو مايو تحته ابيض بيطلع كثير حلو اي لاف ات هيك كيف اذا بنشوف هون الديتاي تبع اللولو يعني حتى عن جد كيف هيك تغيرت الترانز اللولو كان دائما شيء كلاسيك بالليل بينلبس او على غدا اما على عرس هلا حتى اللولو فايت بالبحر وبالستيل هيدا. وهيدي كمان لو ميم ستيل الدونتيل الترانسبيرنت من ورا هيدي بتلبق كمان لكل الاقسام هيدول لانه هيك فلافي بيجوا بيلبقوا لكل الاقسام مع شورت بيطلعوا كثير حلو. كمان بعد في من اخر مود كمان هيدول الاوف شولدر هيدا لو ميم ستيل تبع هيدا بس غير نقشه كمان كثير حلو وفيري ايزي تو وير لانه كمان بينلبس بنهار مع شورت مع مايو مع بنهار اكيد يعني هيدول كلهم انا اي افويد البسهم بالليل لانه ان كان النقشه وان كان الستيل وان كان الكات اكثر رايحين بنهار. وبعد لكل محبين البانتس الاثنيك هيدا فينا نلبسه بانتس وفينا نلبسه اكيد مثل جامب سوت لكل محبين الاشياء هيك المعجقه الكريزي الهيب كثير كمان حسبت لهم حساب هيدا اكيد وقتها بنقشعه اذا بدنا نلبسه كبانت بده يكون معه توب اكيد بس بيضة بلين بيضة وفلاتس بالاجر نيود واذا عبالنا نلبسه جامب هيك مثل كانه جامب سوت من فوق على الصدر بيجي اكيد قطع على الصدر بنحط له جاكيت جينز فوقه بيطلع كمان كثير حلو. سو هيدي كانت الكولكشن اليوم هيك كلها سامري كلها بيتش اوتفيتس ان شاء الله تكونوا حبيتوها. انا مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم بشوفكم اكيد بحلقه جايه باي باي.